ننوه أولا للخبر العاجل الذي يفيد بأن قوات الدعم السريع بسطت سيطرتها على مقر الاستخبارات في الخرطوم، ولأجل ذلك وللاستبيان طبعا ينضم إلينا عبر الهاتف يوسف عزت، المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع في السودان. أهلا بك معنا في هذه التغطية الخاصة. إذا ما صحة الأنباء سيد عزت المتواردة من أن قوات الدعم السريع بسطت سيطرتها على مقر المخابرات في الخرطوم؟ نعم أخي. أولا مش ليس مقر المخابرات، لأن المخابرات ليست طرفا، جهاز المخابرات ليس طرفا في المعركة، هي مقر الاستخبارات العسكرية اللي هي استخبارات القوات المسلحة. بسطت سيطرتها بالكامل، وبسطت سيطرتها على مقر القوات البرية، بسطت سيطرتها على الشرطة العسكرية، واستلمت بيت منزل البرهان داخل القيادة، والآن جاري البحث عن البرهان شخصيا، لأن الحرب لن تتوقف إلا بالقبض على البرهان نفسه. لكن هل تؤكد أيضا سيد عزت السيطرة على مطار مروي؟ وشاهدنا قبل قليل صورا يزعم الدعم السريع أنها توثق لهذه السيطرة. نعم، هو ليس زعم، استردت الدعم، قوات الدعم السريع السيطرة الكاملة على مطار مروي. قامت القوات المسلحه عبر منسوبيها بقصف الطائرات في مطار مروي، منها الطائرات المصريه ايضا. نحن استردينا المطار وامنا كامل مداخله، والان قواتنا متواجده داخل المطار وحوله. كان هنالك ايضا بيان من الجيش السوداني اكد في وقت سابق سيطرته على مقر الدعم السريع في كسلا وبورت سودان والقضارف والدمازين. كيف هي وضعية مقار الدعم السريع في هذه المدن؟ هذه المغار، اولا كون يعلن انه سيطر على المغار، هذه معلومات مضلله، معلومات كاذبه. هنالك في القضارف فقط تم تحويل القوه كلها بالكامل الى الخرطوم لدعم واسناد معركه القياده العامه في اليومين السابقين. فاصلا قوات الدعم السريع في القضارف اخلت مواقعها بكامل القوه وفقد جهات القياده، لان القضارف منطقه امنه وليس فيها صراع وليس لدينا فيها اي مشكله. فهذا هو المغاره الوحيد، ولكن المغاره الاخرى جميع قواتنا متواجده في مغاره، جميعها تقاوم، تعرضت لمناوشات من الجيش ولكن استطاعت صدها ببساطه. تقول سيد عزت بأنكم تتعقبون البرهان حاليا، ما المعلومات التي تصلكم عن مكانه؟ نعم، نحن الآن داخل قواتنا، داخل بيت البرهان، داخل منزله، داخل القيادة العامة، مسيطرة السيطرة كاملة. نحن نرى أنه القبض على البرهان، لأن الجيش الآن معظم القوات المسلحة الآن أصبحت بلا قيادة، بلا سيطرة، أصبحت هائمة تتعامل مع قواتنا بأن يسلموا أنفسهم. نحن سيطرنا على ولاية الخرطوم بالكامل عدا شمال أمدرمان، وجاري التعامل معه. كل الكباري، كل المداخل تحت المدن الآن في يدنا، المدن الثلاثة، قصر بحري والخرطوم. هنالك بعض المناوشات، هناك قوة هاربة جاري التعامل معها. كل العاصمة الآن تحت سيطرة القوات المسلحة، تحت سيطرة الدعم السريع. نحن نناشد من عبر هذه القناة أن كل أخواننا في القوات المسلحة لن نتعرض لهم حالما سلموا أنفسهم إلى أقرب قوات مرتكزة للدعم السريع. بالنسبة للبرهان، المعركة هي أصلا الأدخل البلاد في كل هذا هو البرهان. وصلت الفكرة سيد الشخصي. يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع في السودان، ننوه مشاهدينا لهذه الصور التي يقول أو تقول قوات الدعم السريع إنها من داخل مقر إقامة عبد الفتاح البرهان، وداخل مقر الاستخبارات بالقيادة العامة بالخرطوم، ومقر الشرطة العسكرية أيضا، ومنزل كما ذكرنا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. إذن هذه الصور نشرتها قوات الدعم السريع لما تقول إنها عملية بسط للسيطرة على مقر الاستخبارات العامة ومقر الشرطة، وأيضا
منزل عبد الفتاح البرهان.